هل الانسان لما بيزور اقاربه في القبور هل يشعرون به؟ هل يستأنسون به؟ هل يسمعونه ويسمعهم؟ هل كل هذا يحدث؟ وهل كل هذا يدفعنا الى ان الام تروح للاب هناك في المقابر تقعد تتكلم معاه وابنك صنع وبنتك عملت وابنك غضبان وبنت، هل هذا يصح؟ اما سماع الموتى في القبور فانهم يعلمون بزيارة الزائر. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والسلف مجمعون على هذا، والاخبار في هذا متواترة. ايوه فعلا الميت بيشعر بزيارة الحي، وسأبين الان اي نوع من انواع الزيارة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان الميت لا يسمع قرعا عليهم. واستدلوا على ذلك ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قليب بدر ودفن فيه قتل قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا اهل القليب، يا اهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، أو يسمعون؟ انك تخاطب اقواما قد جيفت جثثهم، اصبحوا جيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله ما انتم باسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون اجابة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ولا يسمى الزائر زائرا الا اذا كان المزور يعلم بزيارته، واذا كان لا يعلم فان قول الزائر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، لكان هذا عبثا، والشرع لا يأمر بالعبث. فهم يعلمون بزيارة الزائر. ولكن افهم، ناخد بالنا، ولا ليس معنى هذا ان نشكو لهم امور الدنيا وهم يسمعوا، لا، هم في حال اخر. هو بيعلم بزيارتك، ولكن هو في حال اخر، اما نعيم واما عذاب. اسأل الله ان يجعل اهلنا جميعا في نعيم القبر، اللهم امين. هم في حال اخر، ليس عندهم من الوقت ان يسمع منك ما يحدث في الدنيا او غير ذلك. ده كلام غير صحيح تماما، والشرع ما امرنا بهذا، انما امرنا بالسلام والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، ما اصنع اذا اتيت قبر اخي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، انما ادت حص، يا عائشة، انما هو السلام والدعاء بس. خش نسلم وندعو لهم وبعد ذلك نخرج. اما ما يصنعه بعض الناس اليوم فهذا من قبيل الخرافات، هذا من قبيل العبث. ده بقى العبث، ده حقيقة بقى، ده الجهل.